برنامج كلام من القلب، الحلقة الأولى، خصوصية المملكة المغربية الدينية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بالمحامد كلها كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا مولانا محمد بن عبد الله رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أيها السادة المستمعون، أيتها السيدات المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقائكم في هذا البرنامج كلام من القلب. إلى إليكم أيها الإخوة أبناء الجالية المغربية في الولايات المتحدة الأمريكية، من المسلمين ومن غيرهم، من أبناء هذا الوطن الذين هاجروا إلى تلك الديار طلبا للرزق أو طلبا للعلم، استقروا هناك. سأتحدث اليوم عن أمر مهم جدا، أعتقد أن كل مغربي مغربي من المسلمين وحتى من غير المسلمين الذين يعيشون في ظل إمارة المؤمنين، من أبناء طائفة اليهودية المغربية المستقرة بالولايات المتحدة الأمريكية، كلامي موجه إلى المغاربة المسلمين بالأصالة، وبالتبع إلى المغاربة من الطائفة اليهودية. وسنتناول اليوم خصوصية المملكة المغربية الدينية. المملكة المغربية الشريفة إلى اليوم ما زالت على نهج إسلافها منذ دخل الإسلام أو دخل المغاربة في الإسلام، ومنذ استقلال المغرب عن المشرق سنة 172 هجرية، أي ما يزيد على 14 قرن. هذه الخصوصية تتمحور في أمرين أساسيين، جوج الأمور أساسيين. الأمر الأول هو أن المسلمين على مذهب أهل السنة والجماعة أن المغاربة وهم يدينون بالإسلام على مذهب أهل السنة والجماعة، هنا جاءت توابت الدينية الوطنية اللي هي العقيدة الأشعرية والفقه المالكي والتصوف السني في ظل إمارة المؤمنين. إذا الربعة ديال التوابت، التابت الأول العقيدة الإسلامية
على مذهب أهل السنة والجماعة وعلى منهج أبي الحسن الأشعري في البيان وفي التوضيح وفي البلاغ وفقه فقه الإمام مالك. وأيضا ما جاء به العلماء من بعده من المالكية، وهو ما يعرف عندنا بما جرى به العمل. ثم عندنا التصوف السني الجنيدي المرتكز على القيم والأخلاق، ثم إمارة المؤمنين الحامية لحمل الملة والدين الحاضنة لكل من يعيش فوق هذه الأرض، أرض المملكة المغربية الشريفة، من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، من طنجة إلى البويرة، ومن وجدة إلى الصويرة. لأن فنحن على مذهب أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعزازهم وإكرامهم والاعتناء بهم وتعزيرهم وتوقيرهم ومحبتهم. الناس في هذه البلاد المغاربة سنة 172 هجرية انفصلوا عن المشرق، ومن فصلوا عن المشرق قبل قامت دول في هذه البلاد عندنا ولكل واحد البلاد هو المولى إدريس بن عبد الله بن الحسن المثنى بن الحسن الصبت بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. ومن دلائل المحبة أننا استضفنا آل بيت رسول الله وأعطيناهم مكان كبير في بلادنا لما اعتدى عليهم البعض في المشرق، فجاءوا لعندنا واستقروا عندنا ولو ناس منا. فالأكثر من ذلك أن المولى إدريس لما جاء هربا من البطش العباسي استقبله عبد الحميد الأوربي في قبيلة أوربة الأمازيغية وزوجه ابنته وتنازل له عن الحكم، فأسس الدولة الإدريسية التي هي الدولة الأولى المملكة المغربية بعد دولتين اللي ظهروا، واحدة في الشمال إمارة النكور وفي شيزي المساء. مولى إدريس هذا هو مؤسس أول دولة إسلامية بالمغرب مستقلة على المشرق، ومن بعد منه جا ولده مولى إدريس الثاني، ومنه جاو الشرفة الأدارسة ولاده الذين انتشروا في بقاع المغرب، ومنهم جاو الشرفة الأدارسة. وبقى الأمر كذلك، انتهت الدولة الإدريسية جاءت الدولة المرابطية ثم الموحدية ثم المارينية ثم الغطاسية ثم السعدية ثم العلوية. الشرفاء العلويين الأصول ديالهم من ينبع النخيل حسن الداخل في المغاربة من المنطقة ديال قصر السوق اللي ملي كتعرف بالرشيدية، وجابوا في الحج وجابوا معهم هذاك الشريف وسكنوا معه، ومن الدرية ديالو غتجي الدولة العلوية الشريفة المولى محمد ثم المولى الرشيد ثم المولى إسماعيل، وهكذا سيدي محمد بن عبد الله المولى الحسن قبل منه مولى سليمان مولى الحسن حتى المولى يوسف
فمولانا محمد الخامس مولانا الحسن الثاني الله يرحمه، والآن احنا مع سيدنا الله يطول عمره مولانا محمد السادس بن مولانا الحسن الثاني بن مولانا محمد الخامس بن مولانا يوسف بن مولانا الحسن. فإذا احنا كنجمعوا بين جوج حويجات متفرقين في العالم الإسلامي، أننا نعلم دابا أهل السنة والجماعة ماشي شيعة، وعندنا محبة ديال أهل البيت محبة حقيقية. يعني ديك المحبة يعني مابقاش غير كلام، لم تعد كلاما بل فعلا استقبلناه وزوجناه ولاو طرف منا وجعلناهم حكاما علينا إليهم نلجأ. فإذا هذه الخصوصية الدينية ديال هذه البلاد تجمع بين مذهب أهل السنة وجماعة لكي قدر الصحابة وما كيتكلمش فيهم كلام لا يليق. الصحابة كلهم عدول، وأول الخلفاء هو الخلفاء الراشدون هو سيدنا أبو بكر الصديق، ثم سيدنا عمر بن الخطاب، ثم سيدنا عمر، ثم سيدنا عثمان بن عفان، ثم سيدنا علي كرم الله وجهه، ثم المولى، ثم سيدنا الحسن بن علي اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد وسيجمع الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، الذي تنازل معاوية بن ابن أبي سفيان وتحقت فيه الشوفة دي سيد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه هي الخصوصية ديال هذه البلاد. ولهذا كنت وجه أخوتي المغاربة المقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية يعتزوا بهذه الخصوصية، حتى واحد لا يزيد علينا في كوننا على مذهب أهل السنة والجماعة وفق الثوابت الدينية ديالنا العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف السني وإمارة المؤمنين، ولا أحد يزيد علينا في محبة أهل البيت لأننا أحببناهم وعزرناهم ونصرناهم واستقبلناهم وأصبحوا جزءا منا وجعلناهم ملوكا علينا وأمراء للمؤمنين. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كلامنا هذا خيرا للمستمعين، وله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام ونحشرنا في زمرة خير الأنام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى.